وللحديث عن تردي الأوضاع الأمنية في ميسان وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. أهلا بك معنا أستاذ نظير. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ نظير. يعني كما تعلم ألقت القوات الأمنية القبض على الميليشياوي حسن طراد غليم، برأيك هل ستقف الاغتيالات في ميسان بالقبض على طراد؟ يعني بالتأكيد العراقيين تعودوا على مثل هكذا فبركات تصيغها الحكومة أو الأحزاب المسيطرة على الحكم في العراق، يعني جعل كل هذه الجرائم التي ارتكبت في حادثة ما على شخص واحد يكون هو يحمل كل هذه الجرائم، وبالتالي هذا إلقاء القبض لم يسلط الضوء على الفاعل الحقيقي. يعني من غير المعقول أن شخص واحد يجعل الحالة الأمنية في محافظة مثل محافظة ميسان بهذا الوضع المضطرب وبهذا الاقتتال المتبادل ما بين الميليشيات كلها تسلط على شخص واحد. لذلك يعني هذا الأمر هو يعني أظنه عار عن الصحة، وهذا الرجل الذي ألقي القبض عليه ما هو إلا ربما يعني الكبش الفداء الذي يتم تحميله كافة الجرائم التي ارتكبت. ولا أعتقد أن الوضع الأمني سيتحسن في حال إلقاء القبض على شخص أو اثنين من هؤلاء المجرمين. يعني هل تعتقد أن الأمر هو صراع لربما تديره قيادات كبيرة في الميليشيات المتصارعة على المناصب الآن أم ماذا؟ نعم، الأمر واضح لجميع العراقيين، وكل من يراقب الشأن العراقي يعرف بأن هناك صراعا سياسيا تحول إلى صراعا عسكريا وعذر الاغتيالات وعذر التفجيرات ما بين هذه الأطراف. وهذا يعني الكلام ليس تحليلا إنما اعترافا من الصدر، هو من قال في آخر تغريدة له، قال إن الصراع الموجود في محافظة ميسان هو صراع سياسي، وهذا اعتراف واضح جدا، والجميع يعلم بأن هناك ميليشيتان تتنازعان السيطرة على هذه المحافظة، هي ميليشيا الصدر المسمات بسرايا السلام، والميليشيا الأخرى هي التي تسمى بعصائب أهل الحق، هي من تتنازع على السيطرة على هذه المحافظة. وكذلك الأمر لهذا الصراع أبعاد أخرى تتعلق بتجارة المخدرات. أخي الكريم، كما تعلم أن جميع المحافظات المحاذية لإيران في مناطق الوسط والجنوب هي محافظات أصبحت تتمتع بها الجريمة المنظمة بحرية واسعة، وترتكب عمليات قتل وناهيك عن عمليات التجارة الغير شرعية بالمخدرات. وبالتالي مثل هكذا أجواء لابد أن يكون هناك تنافسا على هذه المكاسب وهذه الأموال التي تجنى من المال الحرام، ويترجم ذلك عبر الاغتيالات وعبر القتل والسيطرة على مساحات نفوذ أكثر بين هذه الميليشيات المتنفذة والتي تتاجر في هذه المواد الممنوعة. نعم، يعني كما ذكرت أستاذ نظير، لا يعقل أن يكون أو أن تكون كل هذه العمليات شخص واحد وراء تنفيذها، ولكن بدا لافتا هنا أن الحكومة يعني لا تصرح بانتماء هذا الشخص أو ذاك من الذين يعني تلقي القبض عليهم، لا تصرح بانتمائهم السياسي أو الميليشياوي، لماذا برأيك؟ وهل يعد ذلك استخفافا بعقول العراقيين أم ماذا؟ لا، أنا أعتقد الأمر غير شكل، يعني نحن أعتقد أنا أنه من الحيث أن نطلق على ما يسمى في بغداد أنها هناك حكومة، الحقيقة أن الحكومة لا تمتلك شيء وليس لها القدرة على فرض إرادتها على هذه الميليشيات وهذه العصابات المنظمة، بدليل أن هذه الميليشيات لديها القوة على فرض إرادتها على الدولة، وكذلك العصابات التي تمتهن تجارة المخدرات
لا تستطيع الحكومة أن تفعل لها شيء، مما جعل استفحال هذه التجارة، وأصبح العراق تطور من ممر إلى هذه المواد المخدرة إلى بلد مستهلك لها. وبالتالي يعني الكاظمي وحكومته لا يختلف عمله أو لا يرتقي أكثر من أن يذهب ليعزي أهالي القتلى أو أهالي الضحايا اللي مثل هذه الحرب الميليشياوية، وعدم ذكر الشخص الذي ألقي القبض عليه، عدم ذكر انتماءه أو الميليشيا التي تقف وراءه أو العصابة التي تقف وراءه، هو دليل ضعف هذه الحكومة واعتراف صريح بأنها غير قادرة على مواجهة هذه العصابات وهذه الميليشيات، ولا تريد أن تدخل معها في حرب، يعني تظن الحكومة أنها حرب خاسرة من طرفها ولا تستطيع فرض إرادتها على هذه العصابات. أستاذ نظير، يعني ميليشيا العصائب سارعت في التبرؤ من حسن طراد المتورط بجرائم قتل وخطف في ميسان. السؤال هنا، يعني برأيك إلى أي مدى تبدو الميليشيات قادرة بالفعل على التملص من المسؤولية من مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة من خلال تبرؤها من الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم؟ يعني هي هذه أيضا كما ذكرت، يعني أنها هي وسيلة للتخلص من المسؤولية أمام الشعب، لكن الشعب يعرف جميعا بأن هؤلاء القتلة لمن ينتمون وما هي الجهات الداعمة لهم. كذلك أنا أعتقد أن هذا التبرؤ من يعني عصائب الحق تتبرأ من هذا المجرم، هذا رسالة أيضا لأتباع هذه الميليشيات بأن في الوقت الذي ينتهي عمله وينتهي تنتهي الأغراض التي جند من أجلها سيتخلون عنه ببساطة، ويعني لا وجود لمعنى أن هناك تجديد عقائدي أو أنه يقاتل من أجل المذهب. هذه كلها كلمات يخدعون بها الناس ويخدعون بها الشباب، وحينما تصطدم الأمور بمصالحهم يتخلون عنهم كأنهم يعني ورقة منديل مستعملة ترمى بأقرب سلة مهملات، هكذا تتعامل مع أطرافها. لكن العتب على هؤلاء الشباب الذين يتحمسون لمثل هكذا قادة ميليشيات، هم يعرفون أكثر من غيرهم إنهم كاذبون وغير صادقون، وتأتي مصالحهم بالمقام الأول، ولا قيمة ولا معنى للشعارات التي يرفعوها والتي لم نرى منها أي شيء سوى الامتهان السرقة وامتهان القتل وإرجاع البلد إلى عشرات السنين إلى الوراء. نعم، إذن الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.